رح ناخذ الان سيستم فيه 2 تانكس، بس واحد من التانكس باطل التانك الثاني. عندي هاي ار 1 وهي هون اتش 1 اوف تي، وعندي هون كيو انبوت 1 اوف تي. الفلو اللي من هذا التانك اعطيني له التانك الثاني اللي موجود هون، وهون عندي اتش 2 اوف تي، وهون عندي طبعا سي 1، وهون عندي سي 2، عندي هون ار 1، وعندي هون ار 2، وعندي هون كيو اوت 2 اوف تي. هون عندي كيو اوت 1 اوف تي، شو بتساوي؟ كيو انبوت 2 اوف تي. اوكي ماشي، واضح هذا السيستم؟ الان بدنا نكتب ستيت ايكويشنز. لما باجي بطلع اكتب المعادله تبعت هذا السيستم ما بعتمد على اتش 2، هل في تاثير من اتش 2 على هذا؟ لا، لكن في تاثير على اتش 2 من اتش 1. ما في تاثير من اتش 2 على اتش 1، بس في تاثير من اتش 1 على اتش 2، لانه كل ما زادت قيمه اتش 1 ايش بصير الارتفاع هون؟ بزيد. شو بزيد هون؟ البريشر، واذا زاد البريشر شو بزيد؟ الفلو، فبزيد الانبوت تبع هذا السيستم. اذا في نوع من الكابلينج بين الستيتس، بس مش كابلينج كامل، تاثير من اتش 1 على اتش 2، بس فيش تاثير من اتش 2 على اتش 1. نكتب المعادلات وراح احطهم مباشره بنفس الطريقه هناك. فعندي q input 1 of t minus q output 1 of t بدها تساوي عندي c1 مش هيك h1 of t dot، وهي راح تضلها نفس المعادله الاصليه اللي كانت عندنا بالاول. فراح تصير هذه عندي المعادله q input 1 of t minus هذه كانت h1 of t على r1 بتساوي c1 h1 dot of t. فبنقسم هون على c1، بصير عندي هون c1 وهون عندي c1، بتصير هاي اول معادله. والمعادله الثانيه هلا هون بصير الاختلاف. لما نيجي على المعادله الثانيه راح يكون عندي q input 2 of t minus q output 2 of t بتساوي c2 h2 t dot. هلا الاختلاف بصير لما بعوض هاي q out هون على ايش بتعتمد؟ بتعتمد على q q عفوا q in of t اللي بتيجي من هون، بتعتمد على اللي هي نفسها q out. فمحل هاي بامكاني احط q out 1، وq out 1 شو بتساوي؟ تساوي h1 of t على r1 minus، وهاي عندي q out of t شو بتساوي؟ بتعتمد على h2 of t على r2، مضبوط؟ وهي تساوي c2 h2 of t. إذا قسمنا الآن على c2 فبتصير هذه هون عندي c2 وهي بتصير هون c2. هلا إذا بنعيد هذول المعادلات نحطهم بهذا الشكل، وهذه هون h2 dot، فصار عندي هلا x1 dot of t بيساوي ايش معامل h1 minus 1 على r1 c1 x1 of t. ما فيش h2 of t هون، فهذه عندي هون 0 زائد q input او 1 على c1 q input 1 of t. ما فيش q input، ما فيش عندي هون مضخة ثانية. هلا ممكن نركب مضخة ثانية هون، يصير عندي 2 input. اوكي؟ وبعدين عندي هون x2 dot of t. هلا هون x2 dot of t في لها علاقة ب H1، في X1 اللي هي واحد على، هاي المفروض تكون بلس ولا ماينس؟ بلس، مظبوط؟ لأنه الفلو داخل عليها. فهذه واحد على، لاحظوا هذه R1 C2، لأنها اعتمدت R1 اللي فلو طالع من R1 وعماله بصب في التانك اللي السعة تبعته C2. فهذا R1 C2 X1 of T زائد، وعندي اعتماد على H2 اللي هي ماينس واحد، ماينس واحد على R2 C2 X2 of T، وما عندي بعدين هون، فهذه بتصير 0 Q input 1 of T. A شو بتساوي؟ A بتساوي ماينس واحد على R1 C1 و0، وبعدين هون عندي واحد R1 C2، وبعدين هون عندي ماينس واحد على R2 C2. تشبه السابقة مش هيك؟ بس الاختلاف في عندي coupling منهم، بطل بس عندي دايجونال، في عندي هذا الترم، هذا الترم بمثل الانتر اكشن اللي بيصير بين H1 و H2. B ايش بيساوي؟
بساوي 1 على سي 1 و 0 مضبوط، والانبوت هو كيو انبوت اوف تي. هلا سي راح اخليها نفس، راح اعتبر انه عندي 2 سنسرز، فراح افترض انه سي 1 1 0 0 ودي اخر شيء ايش عندي؟ 0. عندي عدد 1 انبوت و 2 اوتبوت مش هيك؟ فعندي ام في ار عدد الاوتبوتس 2 1 مضبوط. فصار عندي هون لما بتطلع هذا السيستم صار في عندي كابلينج بين هون لهون. السيستم الثالث شو راح يعطيني؟ اللي راح نحطه هلا، راح يعطيني كابلينج بين H1 و H2 وبين H2 و H1.